هو يمكن استاذ هشام يشكر الحكومة المصرية والدولة المصرية لاهتمام كل المسؤولين صراحة في نقل الجثمان، ورغم المعوقات اللي حصلت والمهزلة اللي حصلت امبارح، امبارح بتقلب هو السبت امبارح عشان اليوم بيقلب يعني، والبلطجية اللي حاولوا العربية والجثة اللي كانوا عايزين يخطفوها شفنا التفاصيل. لكن في النهاية ان في دولة وفي قانون وفي وزير الصحة وفي وزير الداخلية، ويمكن انتم ما تعرفوش ان وزير الصحة قبل الوفاة بيوم ارسل وكيل وزارة الصحة بالشرقية عشان ينقل الاستاذ حلمي، وكان المفروض يعني المفروض مريض ان يوديه المستشفى يتعالج. زوجته رفضت واتخانقت مع وكيل وزارة الصحة، ويمكن في المداخلة بتاع السيد وكيل وزارة الصحة اعتقد ما اعرفش مع عمرو اديب ولا مين، قال اهله طردوني. لا هو ما كانش في اهل، اللي كان موجود هي اللي طردته. تاني يوم برضه السيد الوزير مشكورا جواب بشكره تاني وتالت ورابع بشكره، بعد برضه السيد وكيل الوزارة مع وفد من الاطباء، حد بيفهم في القلب وحد مختص بالكلى كل فحص كام انطردوا بعض.